كتير شوتينجز قصص هيك هون في المنطقة كتير. شي 15 سكول معروفين كثير. ايوه منن يعني ما فيهم هالقصص اللي انت عم تحكي عنها. وانا مدرستي منهم 100% بالعدد في المحل. ليك الحمد لله عايش برا. انا ما بعرف ليك، مع انه ماني عايش بلبنان، كل صيفيه شهرين بروح، بس مش عايش عايش عن جد بلبنان. بس ما بعرف ليك مشتاق هالقد لبنان، حابب اعيش بقلبه، مع اني عارف شو عم بصير. الواحد تعود بالاخر. لا مش عم بيصير شيء. هيك قد الليرة اليوم دخلك؟ 89 عادي الا شيء هيك سنة متعود خلص. ما عنكبوت هذا اللي عنده شارة ايه؟ يا ما بقدر حتى اشوف الصورة Trying to shoot me down.